في بث مباشر على قناه ابو فله اليوتيوبر الكويتي من دوله الامارات من قدام برج ابو خليفه. ابو فله الناس اللي ما بتعرفوش ممكن تبحث في جوجل من هو ابو فله، هتلاقي قصه حياته كلها. المهم عشان ما نضيعش الوقت على حضراتكم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا بيقول في سوره الصف: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقه. دلوقتي حالا في بث مباشر على قناه ابو فله اليوتيوبر الكويتي من دوله الامارات من قدام برج ابو خليفه. ابو فله الناس اللي ما بتعرفوش ممكن تبحث في جوجل من هو ابو فله، هتلاقي قصه حياته كلها. المهم عشان ما نضيعش الوقت على حضراتكم، هو حاليا بيعمل بث مباشر في مكان صغير قدام برج خليفه لجمع 100 مليون دولار لحياه 100,000 اسره لاجئه. طبعا هو مسمي الحمله اجمل شتاء ان شاء الله يعني، فياريت اي حد يقدر يتبرع، ما نقص مال عبد من صدقه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ادخل على قناه ابو فله وهتلاقي الرابط انا بحطه تحت في الفيديو عندي في القناه، والرابط برضه موجود في قناته. ادخل واتبرع وان شاء الله في ميزان حسنات الجميع. ما تنسوش اخلص النيه ان هو يكون في ميزان حسناتك وحسنات الجميع، وربنا يتقبل منا ومنكم، وان شاء الله نكون معاك في الخير اللي انت هتعمله. اشوفكم الفيديو الجاي.